أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. نبدأ نشرتنا من حلب، حيث أدت سيطرة قوات النظام على طريق الكاستيلو الشريان الوحيد المتبقي للمدينة إلى إغلاق معظم المحال التجارية، ما أدى لنقص في البضائع وغلاء أسعار المتوفر منها. وقد أغلقت المحال التجارية من قبل التجار رغم امتلاء بعضها بالبضائع، وذلك تخوفا من ازدياد الأمور سوءا. يشار إلى أن طريق الكاستيلو هو آخر منفذ للمدينة والذي يربطها بالريف الغربي، حيث يعتمد عليه بإدخال جميع البضائع من مواد غذائية ومحروقات وغيرها، وبقطعه حوصر ما يقارب 500,000 شخص في المدينة. انتقالا إلى إدلب، حيث بدأت مديرية الزراعة الحرة في المحافظة مشروع تطعيم ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. مدير الزراعة خالد الحسن أشار في حديث لوكالة سمارت إلى أن هذا العمل عبارة عن مشروع تحصين للحيوانات ضد الأمراض السارية والتي تصيب الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن العمل سيتم على عدة مراحل وذلك حسب الفترة التي تنتشر فيها الأمراض. وفي أسعار صرف العملات، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ففي دمشق بلغ سعر صرف الدولار 489 ليرة للشراء و 492 ليرة للمبيع، وسجل سعر صرف الدولار في حلب 486 ليرة للشراء و 490 ليرة للمبيع. وفي أسعار الذهب لهذا اليوم، سجلت الأونصة 1326 دولاراً. أما في السوق السورية، ووفق تسعيرة جمعية الصاغة، بلغ سعر الجرام من عيار 21 18,612 ليرة، والجرام من عيار 18 15,953 ليرة. عشرة آلاف يورو شهرياً قيمة ما ينفقه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على تسريحة شعره، أي ما يفوق 11,000 دولار، والحكومة الفرنسية تؤكد. تفاصيل الخبر وأخبار عالمية أخرى في التقرير التالي. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا باقتراحات لقصات شعر جديدة للرئيس فرانسوا أولاند بعد أن اتضح أنه ينفق مبالغ طائلة على حلاقة شعره، حيث نشرت صحيفة فرنسية تقريرا يفيد بأن الرئيس الفرنسي ينفق نحو 10,000 يورو شهريا للحفاظ على تسريحة شعره، ما أثار ضجة في الشارع الفرنسي. وقد أكدت الحكومة الفرنسية صحة هذا التقرير، حيث أكد المتحدث باسمها أن حلاق أولاند اضطر للتخلي عن محله وهو تحت الطلب على مدى 24 ساعة، موضحا أن الأخير يتقاضى 9,985 يورو، أي ما يتجاوز 11,000 دولارا شهريا. لكنه أكد أن ميزانية إدارة قصر الإليزيه خفضت ما بين 15 و20% بعد تولي أولاند السلطة خلفا لساركوزي عام 2012.
لجأ مواطنون يونانيون إلى الابتكار بحثا عن فرص لكسب الرزق بعد أن أصبح كثيرون منهم بلا عمل بسبب المصاعب التي تعيشها اليونان نتيجة 8 سنوات من الركود، حيث قرر نجار في ضواحي أثينا الاتجاه إلى هوايته المفضلة عبر صناعة سهام الصيد تحت الماء بعد تعثر عمله الرئيسي، وكانت روسيا أول عميل لمنتجاته من سهام الصيد، ويتراوح سعر الأسلحة التي يصنعها بين 450 و1500 يورو. وهاجر أكثر من 400 ألف يوناني إلى خارج البلاد منذ بدء الأزمة المالية عام 2009، كما تراجعت الدخول بنسبة 40% في المتوسط، وانخفض الإنتاج الوطني بنسبة الربع منذ 2008. احتفلت عملاقة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز بمرور 130 عاما على تأسيسها عبر تنظيم معرض ليوم واحد فقط في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الجاري، عرضت فيه تصميماتها الإبداعية على مدار تلك السنوات. وأقيم المعرض في القصر الكبير، وهو أحد أشهر المعالم في باريس ويمثل رمزا لمعرض السيارات منذ عام 1901. ووقف زوار المعرض وعشاق مرسيدس أمام مجموعة من طرازاتها القديمة والحديثة وحتى المستقبلية التي تبرز أوجه التطور الإبداعي لمرسيدس على مر السنين. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود إلى الزميل وسام. إليك وسام.